إلهك عبد الله سبحانه وتعالى إلى الرب محجر واتقوا الله ويعلمكم الله وارهو يا إلهي كعبد الله إلهي علم أيو إذن برا سبحانه وتعالى آية داب مقشق بقا أيا لولا جيدا علم قلقوا شيئا يواكا ما أنت مزدرين آية دياري شهدوين أيا لقاطي ديقريق أقصر يا لمرأ صلاة سيدة لوتوسيا لما يقانو ما أنت وحا الله يستقبى جيلاها إيا شهدوين كأقصر يا جامع ذا إمريك إيا راش لك بحيو مع ذلك لما يقان سن الهي لو قلت وان لها سبحانه وتعالى ورقبت اي حقيق بوحا ايتهاي شهادنا من دقو سريسا وحيتهاي خفك انو تقوض اي اللك عبسك كدلالو خفك انو تقوض اي طاعد الى اصعب تاسا حقيق ذا اي دبتا علمك برشدي سواكو لقلك واكو عمل فلك ووحا الله كودر السمين كيذا ووحا الله كودر كهرتان كيسا سيدا درتين ايو الهي واتقوا الله ويعلمكم الله أوصى الله سيرتي إلى علمك برتان علم لغو ما برت إن تكور لغو دوتو لدغيستو لما برت وحيابك أيضا إنت صوت إن دلال إيه لكن علم وحوك زيادة وافو مقنك وحوك زيادة كعمل فلك عمر بن خطاب أيه به جري هل آيات أيان قاذنين أما طبعا آيات كما درسنين إلا أن كبرنا إلا أن كبقنا إلا أن تطبيقنا مركا أيان رعسينين قرآن كي طمين مسلم إيه بقاري سنن كي أبي داود ترمي نساء ابن ماجه وحي يطن والله بحي مساني ديبا الله قلي وحنوطي من أيايات مع ذلك دفك وحي يطن بدلك مجرو دبي عدوا قلت انتهي شيطانك أنا قابك هرين حرانك ست أنا قابك هرين ددلك أنا قابك هرين دعي أنا قابك هرين ربي أولاك فقير أنا قابك هرين ناقه لك السلام قابك هرين كتبك السانوان لدمي محا إمام دون الله في إمام دون فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون إلهي آياتي سكجبال إي وحقو سودجي كجبال محال الرومين دورا محا إيمان دورا ضدك أي سجيان بوير إلى سبحانه وتعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال والحق قداشي سمحاء هذي أنتم مكان إهين هذا بقفكي ربع علمي طبقه أو حقيقة واتقوى الإلهي وألك عبسك واتقوا الله ويعلمكم الله محان ربنا قعما إنا كر أتابنا أو ربي جن برين أو إلهي نجا أجيبه إلهي وحبذا أيام برين لكن أجيب تانكي مرها وحبذا أيام كبرين إن دبك نجا قاض لكن ولي وحيد دل مرها سبب تمدرين قدال ما أنقون ما إسفيرين وحبا ماشا كمكان لبعنك أي جرجر نبي آدم أولي عليه السلام واتل عليه نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربان فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر لبدو ذي وقربان بيت واذين أرين دي إسكو قبصدين أرين تي إسكو قبصدين وحال لغوك لبحيا قربان أيا ليري واتل عليه نبأ بني آدم بالحق واشيك الرنأ ومد جورنا لغو قرآن إهين واشيك طبقه او مد المه لغو هرديسية آن إهين واشيك الرنأ او وحيا بها شاه لغو عبو إيا دفك قوبها بيبتوي كفضي أي كها سابان في إلا وقتك جيبك لغا قار أي إسكو ماويليان معها واتل عليه نبأ بني آدم بالحق هو يبوير إلى سبحانه وتعالى إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما مكل أيا لغا أقبلك ولم يتقبل من الآخر كيك لغا ما أقبلك محصولك ونو إيمان دونا سببت وينو إيمان دونا كي أن لغا أقبلك وحو نقضي سيدا أن ما تنهي أوتالي مطهن محال لغا أقبلي واي مطهن إلهي حقي قلبك كسميسي مطهن محاكا قلبك لكن محوجري لا أقتلنك وكو ديلي أبويري وكو ديلي دونا عديبا كاغا لا أقبلي أو كيغا لا أقبلي واي مركاسا جوابتي رمطا الله شاقي أو ليري إنما يتقبل الله إنما يتقبل إلهي وحقو كأقبلا دتك متقين تأه لا أقتلنك إنما يتقبل الله من المتقين متقين إلهي كأقبلا سبحانه وتعالى تقوى ذي باكا مقن اللك عبسك باكا فقاتي وحي الله قدرى كدرق ذي وحي إلهي رالك أها أيا دين دن تهي تي لقاك أقبال سيدا أيا ليري إذا القفك وحيا به دعا اللوك أقبال تقوى ذي أيك متهي قفكي رب إن تقوى ذي رب الدعا ديس إي وحيا بها إي عمل كيس إلا أقبال وإنو تقوى النقضة وإنو تقوى ذك دلالة وإنو إلهي أدوى ذا سبحانه وتعالى وإنو إلهي أوجه حديثنا أجهست باهي أنك بضطي باهي ذرم أيانا هيسا وحان ربنا إن باهي ذي ملك قوذي وحان كسوغ أنها إحراج إيا ضيق إيا عريري وحان ربنا ميل آن فضبحنهم آوي ماشي اللوغة بإلها والله إني سن ميل كلا أهين
taan hadda arki doona ilaa taqwa ilaahay maahane. Kitaabka alla fiiri, waman yattaqillaaha yajcal lahu makhraja wayarzuqhu min xayfa laa yaxtasib. Labadii xaaladba taqwaday noqotay, ma noqonin inaan xoog isticmaalno, ma noqonin inaan ilaah ka fogaano, ma noqonin inaan khayrka iyo wanaagga dhinactanno. Waxaa laga yaabaa xiriiriyan ku jira asagoo dhahaya inuu bannaan ka fadhiisto xaya cala salaax, xaya cala alfalaax la dhahaa. Dad yaraa masaajidka kusoo qulqulaaya, meeshaasoo fadhiya goormee wax ilaah buu leeyahay haddaa masaajidka galo? War masjidka alla soo gal waa beyti ilaahey, war dayuuf alla noqo, wax noqo ilaahay dayf iyo marti u noqo ilaahay, wadaacadiisa iyo wax allaalla wixii asaga dayuuf u noqdaa ma dayaco, weliba waa ka sariigtaa subxaana wa tacaala. Addoonkiisa hadduu gacmaha u taagta inuu eber ka soo celiyo. Meelo aan gargaar jirin ayaa gargaar loo raadiyey, meelo aan nasri jirin ayaa nasri loo raadiyey, meelo waraaqooyinka aan la hordhigan karin ayaa la hordhigtay. Walaqansiirsay u cunayeen, sida ay khamra u cabayeen, ayagoo dhanba rabbigood aan aqoonin, waa wax aan gargaarka ka sugayno. War sidaayuu noqonin, in yansurkum allahu falaa haaliba lakum, haddii mar alla idiin gargaara wax idinka guulaysanayaa malaha. hadduu idin duleeya yaa idin gargaari kara buu dhay ilaah subxaana wa tacaala. asaga gadaalkiisa, asaga gadaashiisa wax idin gargaarayaa malaha. war hooyay gargaarka asaga weydiista, asaga qabsada. fa nicma almawlaa wa nicma annasiir, inta wax taageerta asagaa u nicmo badan, inta wax u gargaarta asagaa u nicmo badan. meeshii la rabay in gargaarka alla loo ordo ayaa waxaa loo orday meel aan gargaar laga helaynin, wallaahanan ciriiri iyo dhibna laga bixin, ilaa makhrajkii alla tilmaamay in la aada maahane. 300 nin ayay ahaayeen dagaalkii Badar muslimiinta, gaalada 1000 iyo waxyaaba la jira ayay ahaayeen. meeshaasay istaageen rasuulka sallallahu calayhi wasallam. mar allaalla markuu arkay xaaladu inay qatar tahay, markuu arkay dhibaato badan inay jirto, markuu arkay maanta casaabada iyo jamaacada uu wata inay yaryihiin xagga cududa iyo xoogga iyo tirada, ayuu jihaystay. ma aadin yahuuddii xoogga badneyd ee madiina la deganayd. laakiin abibakar ayaa aada uga sheekeeyey. rasuulku kama zuulin buu yidhi inuu gacmaha kor u taagaayo oo dhahayo, rabbiyow aaway gargaarkaad ii ballan qaaday, ilaahayow adaa waa gargaarayaa yidhi aaway, ilaahayow magu jeedid miyaa quraysh waa kuwaanaa, ayagoo isi soo baxaysay oo raba inay diinkaaga dumiyaan, oo raba inay ku baabi'iyaan, oo raba muslimiinta maanta intaa inay ka takhallusaan. ilaahayow gargaarkaagii aaway, waxaan ahayn lagama helin rasuulka afkiisa. abuubakar wuxuu dhahay gadaashiisaan taagnaa nebiga, gacmahuu kor u taagay ilaa ximaamada iyo garbasaartii uu watay ay ka dhacday sallallahu calayhi wasalam. ilaahayuu ku ilxaaxa, ilaahayuu ku dheedheeraynaa ducada. wuxuu og yahay maanta guur inaysan jirin ilaa ilaah agtiisa maahane. cabbaar asagoo sidaa ah, abibakar wuxuu yidhi qalaas rasuulka allow jooji, waa ku dheedheeraatay rabbiga, ilaahay wuu kaa ajiibaya subxaana wa tacaala. hurdo yar ayaa qabatay rasuulka, indhaha markuu soo kala qaaday ayuu yidhi abshir yaa abaabakar, abibakaroo bishaaraysa haadaa jibriil, waa kana malikul jibriil. 30,000 oo malaa'iga ayuu hogaamina oo musawimiin ah, dhammaantood way calaamadaysan yihiin, dhammaantood waxay diyaar u yihiin inay garabkayna istaagaa. bishaaraysa ayuu yidhi wuxuu kasoo dhexdhex dhacayaa buuraha ducdeede. haddaba gargaarkii noocaas ahaa fiiriya, ilaah muxuu yidhi qad kaanat lakum aayatun fii fi'atayn, labadii fi'a ee kulantay aayad ayaa ku jira. fi'a tuqaatil fii sabiilillaah, kuwa kale kaafiriin ayay ahaayeen, waxay arkayeen ra'yi lahayn, isha aragtideeda inay ku laablaabnayaan. laakiin ilaahay yu'ayidu binasrihi man yashaa, gargaarkiisa kuu doonuu ku ayida. qofka mu'minkuu ku xoojiya, qofka taqiga ayuu gacan siiya, qofka taqiga ayuu wanaajiya, qofka taqiga ayuu ilaahay garabkiisa yahay subxaana wa tacaala. walaqad nasarakum allahu bibadrin wa antum adilla, idinkoo dulli ah, idinkoo yar, idinkoon cuddo lahayn, idinkoon waxaysan ayuu ilaah idiin gargaaray subxaana wa tacaala. walaqad nasarakum allahu bibadrin wa antum adilla, maxaa laydinka rabaa marka inaad ilaah ka cabsataan, waxaad mudantihiin inaad shukrisaan, sidaa ayuu yidhi ilaahay subxaana wa tacaala. waman yattaqi allaha yajcal lahu makhraja, makhraj ayuu ilaah u bixiya, wayarzuqhu min xaytu laa yaxtasib, meel uusan filayn, meel uusan malaynin, meel nadiifa oo xalaal ah, meel wax lasoo xoogiy xaaraan aan ahayn ayuu alla ka quudiya subxaana wa tacaala. yaa lagaa weynin sujuudda iyo dhawaashada ilaahay, anaa gargaar dhinaciina la ah buu yidhi ilaahay, ee taqwadii cabsideedii cibaadadeeda yaan laydinka weynin, anaa cawn iyo gargaar micigiina idinla ah ee mar walba xaggeyga usoo socda, war anaa gargaar iyo guulgarabkiina la ah, saasuu ilaahay tilmaamaya subxaana wa tacaala.